السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء متابعين قناتنا على اليوتيوب، قناة الحقيقة الصادقة في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. اليوم معلومتنا إن شاء الله بتختلف قليلاً في دقائق معدودة، لكن اقتضى التنويه، وهذه للأمانة العلمية والطبية. احنا بنعرف انه كل شيء بيزيد عن حده بنقلب ضده، فلا يعني انه في اعشاب آمنة، خلينا مثلا نذكر المرمية، البابونج، اليانسون، انه نظل نتناولها بكثرة. اليوم في مجلة علمية، طبعا ابحاث علمية هي في هذا الموضوع، وانا احببت التنويه الى البابونج. البابونج مثل ما بنعرف احنا بناخذه ومنغلي البابونج، اللي عنده قلق بالليل، اضطراب في النوم، توتر، بيشرب البابونج عشان يهدي. حتى للطفل من شربه بابونج عشان يعرف ينام. اللي عنده عسر هضم، انتفاخ في المعدة، مشاكل بالقولون، غازات، بيغلي بابونج وبأخذ البابونج. لا يضر، لكن بدي أنبه لثلاث نقاط إن شاء الله رئيسية، وهذه والله للأمانة العلمية أنا حبيت أنقل لكم إياها ويرجى الحذر منها. أولا، الحوامل ما يكثروا بابونج، الحامل ما تكثر بابونج، لا تشرب بابونج لأنه ممكن تتعرض لإسقاط الجنين. اثنين، اللي بتأخذ منع الحمل، أدوية منع الحمل عشان ما تحبل، لا تكثر من البابونج لأنه بتعارض مع أدوية منع الحمل. النقطة الثالثة اللي بدي أركز عليها وخطرة جدا، إخواننا الله يعافيهم اللي بيأخذوا مميعات الدم، اللي عندهم جلطات في القلب أو في الدماغ وبيأخذوا مميعات الدم. شو يعني مميع للدم؟ يعني بدل ما تكون لزوجة الدم ويعطي الدم بفحص الـ INR تعادل واحد، بياخذ أدوية حبة مثلا كل يوم أو حبة ونص على حسب الطبيب من أدوية المميعات، ما بدي أذكر أسماء، بيرتفع معاه الاثنين الـ INR، بصير لزج الدم بحيث أنه يقدر يمشي في منطقة التخثر الحاصلة سواء في الدماغ أو في القلب. إكثارك من البابونج بيزيد من التميع، لأنه يعتبر مميع للدم، البابونج بيزيد من التميع. يعني بعد ما يعني بتكون انت محافظ على التميع، عندك اثنين بالحب اللي بتاخذها، اذا بتاخذ وبتكثر بابونج بتسرب لك كاستين ثلاثة باليوم، بيرتفع معك الـ INR، وهذا بفهموه اخواننا اللي بتعالجوا واللي بياخذوا مميعات الدم بيعرفوا شو يعني INR، اللي هي لزوجة الدم ودرجة الميوعة، بيرتفع معك لثلاث، يعني بصير زي الشوربة، وهذا يسبب خطر النزيف الداخلي ومن ثم الوفاة. فاحذر جدا اللي بتاخذوا مميعات الدم، احذروا من البابونج والاكثار من البابونج. فهذه معلومات للأمانة نقلت لكم اياها، وهي من المجربات، وهي ابحاث اجريت عليها، فانا نقلت لكم اياها وانتم انقلوها لغيركم حتى الكل يستفيد ان شاء الله. ما حبيت اطول عليكم، بحب اركز عليكم، تابعونا، اعملوا لنا اعجاب، تعليق بسيط، تابعوا الصفحة، تابعوا قناتنا على اليوتيوب. الله يبارك فيكم ويكثر من أجركم. شكرا لكم، كان معكم خبير الأعشاب والطب البديل المعالج من الأردن أبو الأمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.